يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح الرضا، صباحكم عسل. بصوا، انا عايزه اوصف لكم الحياه هنا مش لطيفه خالص. يعني الحياه هنا المطبخ مقلوب، العزومه بتاعت بقى يوم الجمعه واكل الجمعه وسهره الجمعه وحلويات الجمعه ويوم الجمعه كله. يعني النهارده السبت بقى، كل جمعه برضه وانتم بخير. قلت اول حاجه اعملها افطر وبعدين نشوف المعركه اللي هنا. معركه حاسمه هنعيشها سوا اكيد، بس نفطر اول وبعدين نعيشها سوا. صباحك فل. نسمي بالله ونصلي على النبي. بصوا بقى، احنا هنبدأ اول حاجة بالصلاة على النبي كده. اعمل لنفسي فطار عشان النهاردة يوم عالمي، يوم يعني انا ما شفتش اليوم ده من سنين السنين. بجد بجد كان يوم صعب قوي 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 كمان. فيا ريتني كنت فطرت فطار جامد عن الفطار اللي انا عملته، بس مش مشكلة. قلت انا هجيب توستاية واحط عليها معلقة زبدة فول السوداني. فول السوداني دي كنت جايباها من عند فتح الله، كان هو عاملها قدامي. يعني بيجيب الفول السوداني يطحنه قدامك كده في مكنة، وهي الطحينة، وبيعمل الطحينة قدامك طازة يعني. فكنت جايبة منه طبق كده صغير، كان ب 15 16 جنيه، العلبة اللي انتوا شفتوها في ايدي دي. فجبت كده معلقة فول سوداني، حطيت عليها نص معلقة عسل نحل، يعني بتبقى حلوة، افطار حلو ومشبع. وعطيت كده كوباية جبت فيها نص معلقة شاي، حطيت عليها كيس سكر ستيفيا، واحط عليها نص معلقة لبن بودرة. لبن البودرة يا نشوى، يعني مش عامله رجيم، يعني انا بنحاول نخفف بس عادي. اللي حاجة موجودة موجودة، مش موجودة مش موجودة. وكده معلقة، يعني مفيش، بتاعتين لوز كده كسرتهم على زبدة الفول السوداني والعسل. وقعدت بقى في الجو ده بقى، مش عايزة اوصف لك كمية الطاقة اللي انا هاخدها من المكان مش عارفه بيقولوها بالانجليزي، بس انا مش عارفه. المهم اخدنا الطاقه ودخلت اجيب لكم بالتفصيل الممله. شايفين المطبخ؟ يعني اسوأ مطبخ ممكن تشوفيه في حياتك. بصوا عامل ازاي، كل حاجه مش في مكانها، والحاجه مش نظيفه، ومواعين يوم الجمعه والحلو بتاع يوم الجمعه والحاجات الدنيا مقلوبه بصراحه يعني. فقلت بقى نشوى تشجعي وتنشطي كده وقومي اشتغلي، بس اشتغلي شغل بجد. جبت بقى كده، مسكت حته حته، وكن عند كل حاجه مكانها، الكبه مكانها، الحاجات مكانها، كل حاجه كده عندها مكانها. حتى كان جالي تليفون مش عارفه كان ايه، قعدت اتكلم بالتليفون وانا معاكو. قلت بقى ايه، نخلي المطبخ ده مطبخ تاني، نرجعه زي ما كان بالظبط. بس عشان ارجعه زي ما كان لازم احس ان الحاجه اللي حواليا نظيفه عشان اعرف اشتغل. لكن انا لو فضلت مكركبه حواليا مش هعرف اشتغل ولا هعرف اعمل حاجه. فبحاول الم الرخام كده، الم الزباله كلها عند، يعني بصوا الباسكت مليان قد ايه. المفروض ده كان امير ابني، لو انا طلعته له وحطيته له على باب الشقه بالليل قبل ما بنام، سبب بعمل كل مره بياخده يرميه. انا النهارده امبارح بالليل كنا سهرانين يوم الجمعه بقى، انتوا يعني عارفين بقى الجمعه، وابراهيم كان هنا، فضلنا سهرانين اللي متاخر، وانا خلصت وسبتهم ودخلت، وكانت الدنيا مقلوبه. مش صح ان انت تعملي ده كله، يعني انا مش بقول لك ان ده صح. مش صح ان انت تنامي والحاجات دي كلها موجوده، انت تنامي وبيتك يبقى زي الفل احسن من اللي انا بعمله. طب انا خلقت كده سجاده المطبخ في الشمس عشان تبقى ايه الدنيا حواليا كده ايه نظيفه، واعرف اتعامل براحتي. كيس حاجه وقعت حاجه تبقى الدنيا حواليا نظيفه. كيس مكسرات ده انا بلفه كده وبحطه في التلاجة، لان المكسرات دي كانت جايه لي من حبيبتي، ربنا يديها صحه ويبارك لها، كان نيه يعني مش محمصه، فبحطها في التلاجة عشان ما تبص. وبلم كده الرخام، كل الرخام اللي حواليا بنضفه وبخليه كده زي الفل زي ما انتم شايفين، عشان اسيب كل حاجه ناحيه المطبخ، اقف على الحوض اخلص كل حاجتي بقى مره واحده، يبقى الرخام اللي حواليا كله زي الفل. انا كده ما عادش عندي غير الحته دي اللي هي زي حرف ال دي الصغيره، المربع اللي انا فيه ده هو اللي فيه المواعين وفيه القشر البطيخ وفيه الحاجات والاكل ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها. ده كله بقى هيترمى في الباسكت اللي انا حاطاه جنبي، واغسل المواعين ايه على طول اول باول. بس انا عايزه بقى ايه، الرخامة اللي انا نظفتها اخش كده احط عليها كام فوطة عشان انشف عليها الحاجة. انا بحب انشف الحاجة على الفوط عشان ما تنشف كده وتظبط او معينها. بصوا انا هجيب كده الكام فوطة بتوع المطبخ بتوعي، انا عندي كذا فوطة، عندي 6 من النوع ده، بس دول يعني ايه اللي قلت احطهم وانشف عليهم الحاجة. بغسل الحاجة واحطها في المصفى بتاعت الحوض كده زي ما انتوا شايفين، ولما المصفى تتملأ اجي كده فضيها على الرخامة على طول. تحافظي بقى على العلب المطبخ بتاعك، وتحافظي على درف المطبخ بتاعك. وطبعا عايز اقول لكم ان اللي انا عملته ده هتقولي لي يا نشوى اللي انا اللي لسه هيجي يعني في السلم وكده. انا وانا بعمل اللي انا بعمله ده عايز اقول لكم على حاجه كمان. ايه هي يا نشوى؟ انا عندي السلم بتاعي بشع فوق ما تتخيلوا، بشع.
اولا كانت واحنا بننقل واحنا بنعمل الحاجات دي اتنضف وكله، بس ما كانش متنضف التنظيف على قوي، القطط كانت طالعه نازله عليه، الباب البواب الشارع كانت متظبط فما كانتش مفتوحه، فكان في قطط بتطلع وتنزل على السلم، فانا كنشوه حسيت ان في حشرات على السلم، فقلت يا نشوه الصيف داخل معاكي، فما ينفعش ان انا اسيب السلم بتاعي كده عشان الشقه تفضل نظيفه، وزي ما انتم شايفين انا كده كده لا القطط بتاعتي ما بخرجهاش على السلم، احنا حاطين لهم كده ايه نانو بتحطهم في البلكونه، ليهم بلكونه كده القطط بيلعبوا في الشقه، هم نضاف جدا الحمد لله، انا باخدهم واخدتهم مؤخرا وكشفت عليهم عند الدكتور واعطاهم مش عارفه ايه، وعندي الدنيا زي الفل، بس السلم انا اتملى نمل والدنيا حر ومش عارفه، والعيال بيطلعوا يرموا بسكوته ورقه شيبسي هرد اكل، حاسه ان في نمل كتير على السلم، فقلت بقى نشوة انا مستنيه بصراحه بيني وبينكم كنت مستنيه ان انا اعمل اخلي حد يطلع يعمل لي السلم ده، لكن انا قلت بقى ان انا لسه هتفضلي تستني تستني، وانا كنت خايفه ان انا اعمل السلم ده عشان ظهري وكده، بس انا قلت يلا تشجعي واستعيني بالله وربنا هيعينك ان شاء الله وهتقدري. بصوا بقى انا نظفت المطبخ، يعني عايزه اقول لك تبصي من قبل ومن بعد ما انا وانا بنضف مفكره نفسي، فاكره في فيديوهات كده ناس اجانب يجيبوا شقق كده متبهدله قوي 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 كده ويجيبوها ينظفوها، وانا والله وانا بتفرج على الفيديو بحس ان انا فيديو كله طاقه على فكره ايجابيه، يعني فيديو بجد بجد كله طاقه ايجابيه هيخليكي تتشجعي وتتنشطي وتقومي اي حاجه مش موجوده في مكانها هتظبطيها وتغسلي حاجتك وتلمي حاجتك، وطبعا انا بفوطه مبلوله كده باي نستبون حبه كلور، وتنضفي تنضفي بقى للدرف وتنضفي الادراج، طبعا عشان المطبخ الابيض لازم يوميا تلفي اللفه دي كده عليه باي حته قماشه تحافظي عليه، هو ده طبعا عايز اقول لك ان رغم ان هو تنظيف حلو قوي بس ده مش كمان التنظيف العميق اللي هو بنجيب درفه درفه وحاجه حاجه، لا ده تنظيف كده على السريع زي ما انتم شايفين، وطبعا جردل الباسكت بتاع الزباله بغسله واحط عليه كلور ونضفه، لان هو ده اللي ممكن يلم لك حشرات، الحمد لله ما فيش حاجه من دي الحمد لله الحمد لله، طول ما انت ايدك في الحاجه ونظيفه مش هتلاقي اي حاجه. بصوا بقى انا هكنس كده المطبخ وهكنسه كده حلو واظبطه عشان اخش بقى ايه اول مره بحياتي امسح المطبخ بالطريقه دي، دايما بمسح المطبخ بالموب وبالجردل وبالشرشوبه، لا انا المره دي قلت لا انا هجيب كده حبه كلور وحبه نصابون، ودي نقطه معطر، المعطر الازرق ده حلو قوي، شايفين الخرطوم بتاع الحنفيه عامل ازاي، والله العظيم بجد يعني كنتش اتوقع ان هو الخرطوم ده عامل كده، الحنفيه حنفيه الحوض عامله شبه الخرطوم، بصوا بصوا كانت بتعمل الميه لبعيد ازاي اكنها خرطوم، وبالمقشه بقى وهات هات 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 كده، بصي زي ما انت شايفه بالمقشه ما تخليش عندك ترابيه ولا اي حاجه خالص، عملت ده كله بقى وغسلت المقشه كده، وشوف الخرطوم بقى شوف الحنفيه بتعمل اكنها خرطوم والله، بصوا وشطفت عايزه اشطف بقى كده، وغسلت المقشه وهسيبها على جنب، وتعالوا بقى نجيب المساحه وهات بقى يعني نشفي بقى نشفي كده، زي ما انت شايفه المطبخ كان بيشف ويرف من الريحه الحلوه والنظافه، كان بجد بجد المطبخ كان زي الفل فوق ما تتخيلي، عارفه بقى تحسي كده باحساس نظيف، لا والاحساس الاحلى احلى كمان واجمل من المطبخ ده كله، تعالوا معايا جوه تحت بقى على السلم وانا هوري يعني هنشوف حته يوم على السلم، بجد الاحساس حلو يعني احساس النظافه ده حلو جدا، خلاص كده اهو بلم الميه كده الحمد لله، بقى ميزه ان انت يكون عندك بلاعه في المطبخ. بصوا بقى الكارثه اللي احنا داخلين عليها، اول حاجه الكوتشيات وكل الشوزات اللي على السلم دي كلها انا هلمها وادخلها شغل عليها الغساله، الكوتشيات دي كل فتره كده اقوم مدخلاهم كده كلهم كلهم على بعضهم واشغل عليهم الغساله، ودوره ولا حاجه ولا دورتين على حسب الكميه، يعني هما دول هياخدوا دورتين، بصوا هحط مره هم وفي حبة لسه هيتحطوا كمان المرة التانية، حط عليها شوية مسحوق، وعندي كده شوية بودرة كده اللي هي المبيض دي اللي انا بحطها بتخلي الكوتشات بيضة فلة 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 والله العظيم بتخليها زي الفل، والغسالة مش بتبوظ ولا اي حاجة. كده احنا على السطح كده ده الدور بتاع السطح، انا كده دول شوية كراكيب كده على السطح مهمة، يعني كراتين معرفش ايه شقة جردل برميل الحاجات دي، ومسكت الخرطوم بقى من على السطح كده بصوا، ونزلت بقى بالمقشة وحطيت عليه شوية صابون وشوية كلور، انا الجيركن ده بقى مليا صابون وكلور ودتول، يعني عايزة اقول لك كمية حاجات فوق ما تتخيليها، الشقة دي اللي كان دول الشقتين اللي انا كنا قاعدين فيهم لو انتوا كنتوا فاكرين، الشقة اللي كان امير بينام فيها والشقة التانية اللي هتيجي قصادها دي اللي انا كنت ساكنه فيها ايه
قبل ما انزل شقتي. بعد ما بمسح بالمقشه واخليها زي الفل وبالمساحه، بجيب رش كده عندي اللي هو للحشرات والصراصير والنمل والحاجات دي، بقوم بخ عليه بعد ما الدور اللي انا عامله يبقى زي الفل. اللي واقف كده بيصورني دلوقتي في الشقه بتاعتي اللي انا كنت ساكنه فيها، هي دي الشقه اللي انا كنت ساكنه فيها، فده الدور اللي انا كنت ساكنه فيه برضو زي ما انتم شايفين بقى، الميه والمساحه على طول والمقشه، شويه صابون بشويه الكلور واعمله بالمقشه اول باول، وفي الاخر نمسحه بالمساحه. عارفه اقول لك، عايزه المثل اللي بيقول لك اغسل البيت ورشه ما تعرف مين يخشه، يعني بصي اول حاجه بتبان على البيت وعلى نظافه البيت مدخله وسلمه، هو ده اللي بيبان البيت من جوه عامل ازاي. وقدام باب بيتك، قدام باب بيتك اما يبقى نظيف كده وزي الفل يبقى الناس تعرف البيت عامل ازاي. اي نعم انا مش شطوره في الحته دي، لان انا قدام بيتي ورش وناس وحاجات من دي، فمش بعرف ان انا اعملها قوي، بس على قد ما قدرت. انا كغسلت طبعا ففي ميه تحت متبهدله، فلسه هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. عايزه اقول لك اولا السلم كان بيلمع، مش باين في التصوير قد ايه كان نظيف. دي الفرق، العتبه دي كنت ببقى حطاها قدام شقتي الاولانيه فغسلتها بالمره كده بالمقشه وانا واقفه. كل ده انا جايبه بجريه على سرعه 100، مش 2 و3 و4، 100. انا الحته دي قعدت فيها 3 4 ساعات، مش بالسهوله اللي انت متخيلاها. المقشه حته حته، بسطه بسطه، سلمه سلمه بالمقشه، مطلعه كميه عك فوق ما تتخيلي. دي بقى الشقتين، اللي دي الشقه بتاعتي اللي انا قاعده فيها حاليا، الدور ده بتاعها ده انا موضباها، حتى عامله جبس برده ومش عارفه ايه على الباب اهو لو انتم ملاحظين. وبالخرطوم، الخرطوم ما وقفتوش. بص يعني هتقولي انا اشرب الميه دي حرام، ده مسيح سلم مش حرام، ده حلال انك تنضفي بيتك وتبقى الدنيا زي الفل. وهو كده بننزل كل حاجه كده زي ما انتم شايفين. دي الشقه بقى اللي انا فيها، بس قلت لهم اقفلوا الباب عشان الميه ما تطربش تخش جوه ولا حاجه تطربش تخش جوه. وطبعا بعد ما بعمل كل دور، كل دور بعمله بقوم جايبه البخاخه بتاعه الحشرات النمل الحاجات دي، اقوم بخاها كده وسايباها عمال ما اخلص تبقى زي الفل. بصوا السلم كان بيلمع بجد بجد، السلم بامانه كان بيلمع كده. انا كمان خلصت الدور بتاعي وهنزل بقى على الدور الاخير اللي هو كمان هيبقى فيه الحوش والحاجات دي. بصوا انا زي ما انا بقول لكم بكب كلور وبالمقشه، اتشجعي وتنشطي. كل مره اقول لك اتشجعي وتنشطي، واي حاجه عندك مضايقاكي، اي حاجه مزعلاكي، اي حاجه في حياتك انت ما تفكريش في حاجه غير في ان انت ازاي تحسني من نفسك وتحسني من المكان اللي انت فيه وتحسني من ولادك وتحسني من بيتك. عايزه اقول لك ان لما بشوف حد يقول لي يا نشوى انت اتغيرتي عن زمان، انا اتغيرت عن زمان، انا مش بنكرها، اتغيرت عن زمان بس للاحسن، للاحسن. احنا بني ادم، البني ادم بني ادم مننا لازم يطور نفسه، لازم تشتغلي على نفسك. انا سعيده ان لما حد يقول لي يا نشوى انت اتغيرتي، ومن وجهه نظره هو اكيد بيقول لي اتغيرتي عشان يضايقني ان انا اتغيرت لحاجه تانية، لكن هي الحقيقه انا اتغيرت، بس اتغيرت للاحسن. لازم تطوري نفسك، لازم تنجحي في حياتك. مش معنى كده ان انت تبقي سايبه بيتك وسايبه حياتك، لا انا الحمد لله شطوره في بيتي ونظيفه ومخليه بيتي زي الفل، وفي نفس الوقت لما بخرج ببقى شيك ودلوعه وحلوه وجميله قدام الناس وانيقه وشيك وجميله. ابقى ماشيه كده جنب جوزي يتباهى بيكي ان انت ماشيه معايا شكلك حلو وشكلك انيق وشكلك منمق زي الفل. ابقى قاعده كده قدام ناس خارجه بقيمتي وسمتي. مش ان انا عايزه اقول لك على حاجه برضو، اليوتيوب انا ممكن افضل قاعده زمان لا اشتري ولا اجيب ولا اعمل وبنفس عبايتي ونفس طرحتي وافضل قاعده وناس اقول لهم ده انا غلبانه ده انا مش عارفه ايه، لا بالعكس انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل حاجه بتبين. كل ما بيجي لي نعمه بحاول ابينها عليا وعلى نفسي، الحمد لله الحمد لله. ربنا يديم علينا نعمه، وهم زي ما بيقول لك اما بنعمه ربك فحدث. انا الحمد لله لما ربنا بيكرمني بحاجه اروح اشتري طقم جديد، ربنا يكرمني بحاجه جديد. اوضب حاجه في شقتي. التطور حلو، الرقي حلو، انك تشتغل على نفسك وعلى مستقبلك وعلى مستقبل بيتك وولادك وعلى حياتك حلوه. التغيير حلو الاحسن، مدام بما يرضي الله ومتقيه ربنا وجدعه والناس كلها بتحلب بيكي وشطوره وليكي اسمك وليكي سمعتك وليكي كيانك وليكي شغلك وليكي مكانتك اللي انت عملتيها، لا دي حاجه حلوه قوي 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 قوي. انا في نعمه ما يعني قعدت احمد ربنا عليها كل يوم، اطلع لكم واقول لكم انا في نعمه، انا ربنا بيطبطب عليا، انا ربنا اعطاني حاجات كتيره حلوه. شوفوا انا بكنس وبمسح السلم ونازله انضف قدام باب الشارع قدامي، مش عيب ومش حرام، مش حاجه وحشه. امير كده دلوقتي بقى بيحوش الميه دي كلها في زي ماسوره مجاري كده في قدام شويه بعد البيت بتاعي، بيوزي الميه عليها كده عشان تنزل الميه ما تبقاش قدام باب الشقه.
وبنحط كده كرتونه قدام باب السلم كده عشان اللي طالع يمسح رجله في الكرتون عشان ما يبهدلش السلم، لان السلم لسه بيبقى مبلول. خلصنا السلم كده وخلصنا وطلعنا اخدنا الشاور بتاعنا ونضفنا الدنيا بقى، وبصوا بقى وحلوينا، وبعد عارفه انت بعد الصبر جبر، اهو بعد التعب ده بتحسي باحساس حلو وراحه نفسيه كده، وقلت ادلع نفسي. لا ما هو انا استحق الدلع بقى، والله العظيم استحق الدلع بعد المجهود اللي انا عملته. وعملت كده قطعتين حلوه، حلو الكيوي اللي انا كنت عاملاه امبارح بجد كانت حلوه قوي 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 قوي. وعملت لي كده فنجانين قهوه بقى، فنجان واحد، فنجان فنجان واحد يستاهل بقك بقى. وقلت اقعد بقى مع نفسي اشرب قهوتي وادلع نفسي، ايوه ادلع نفسي، انا محتاجه ان انا ادلع نفسي. اخد بقى ادلع نفسي فين؟ يا سلام ادلع نفسي فين بقى؟ قلت اقعد في البلكونه اكل حاجه حلوه واشرب فنجان القهوه بتاعتي. كنا خلاص المغرب اذن وكنا خلاص هنخش على الليل والدنيا تبدأ تعتم بقى، قلت هستمتع بالجو الهدوئي وهدوء الأعصاب اللي أنا فيه ده والإحساس اللي أنا فيه. يا سلام على الدلع وعلى الراحة النفسية اللي أنا فيها. أكل حاجة حلوة، أشرب فنجان قهوة، أقعد بقى كده في القعدة الحلوة دي. بص بقى قبل ما اخش بقى، عشان نعمل النهارده غدا، نعمل غدا النهارده سريع وحلو وخفيف. الباسكت كده كان نشف، سبته لما اتصفى معانا، هحط له بقى كده كيس جديد. وعايزه اقول لك لازم احط في الباسكت حبه ملح، مش عارفه ليه بس هو ده طبع. قعدت ادور على الملح حتى ما لقيتوش، هدور عليه واحطه. قلت بعد اليوم الجامد ده بقى قلت ما اعمل ايه غدا حلو، يعني مع اني قلت ان انا هخلوهم ياكلوا سندوتشات فول وطعميه بس قلت لا ادلعهم. جبت كده لحمه بس كانت لحمه حمرا تستاهل بقك. قمت قلت جايبه حله الضغط، قلت عشان مستعجله حطيت عليها كده ايه في حله الضغط حبه زيت، عودين حبهان، عود قرفه خشب، ورقتين لورا، حبه فلفل اسود حصى، تبهر الشوربه كده تخليها ايه بقى يا حلاوتها. وهننزل باللحمه نشوحها، اللحمه دي حمرا نشوحها كده تشويحه حلوه. وعمال ما اللحمه تتشوح نكون احنا جبنا بقى بصلتين ونخرطهم تخريطه حلوه عشان نعمل النهارده الكبسه، بس كبسه ايه السريعه اللي هي ما 5 دقايق نكون خلصنا الكبسه. بصوا جبت بصلتين، انا طبعا بحب اشغل القران كده ومعلي، ساعه ما امسك الريموت اكون يا بعلي يا بوطي. جبت بصلتين وقلت اخرطهم على حله اللحمه كده زي ما انتم شايفين، عمال ما اللحمه تتشوح كمان البصله تتشوح معاها عشان ايه تدي طعم حلو للكبسه. انا جيت اعملها في الحله الكبيره بصراحه ما عملتش، قلت اعملها في الطبق عشان الرز البصل ما يقعش. وبعد بقى ما شوحت اللحمه بالبصله قلت جايبه كيلو رز بسمتي، بس انا ايه جبت 3/4 انت حبه في الكيس، وغسلت بقيه الرز البسمتي. واللحمه كانت خلاص اتشوحت بالبصله، نزلت عليها بشويه ميه سخنه وقفلت عليها حله الضغط بتاعتها. عمال بقى ما اللحمه بتستوى تعالوا نعمل كمان ايه حاجه حلوه، اي نشوه ده المجهود ده كله حلو وحادق. ما انا قلت بقى كمان لما النشاط يجيلي لما الكسل يمسكني خلاص والنعمه لو مين ما حد خلاص. جبت كده الموز وقطعته كده، وقفته الموز كده قطع قطع مربى كده ووقفته. جبت حله كده جبت فيها ريتلي لبن، كيلو لبن، نزلت عليها بمعلقتين نشا، 4 معالق نشا ومعلقتين دقيق، 4 معالق نشا ومعلقتين دقيق وثلاث اربع معالق سكر حسب الرغبه ومعلقتين كاكاو خام، يبقى كيلو لبن حطينا عليه 4 نشا، 4 معالق نشا، معلقتين دقيق، سكر، معلقتين كاكاو، وتقلبيهم كده اهو. والله طعمها طعم الدانون، عارفين الدانت اسمها الدانت؟ اه الدانت، الشوكولاته الدانت، كانت طعمها فظيعه 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 فظيعه. والموز كده انا مقطعه وحطاه في الصينيه، عمال ما الدانت كده يجمد مع بعضه بصي كانت فظيعه فظيعه. دول ولادك ممكن ياكلوها حاف. نزلت عليها بمكعب زبده، اعطلها كده ايه قوام حلو ولمعه حلوه، شايفه الزبده بتدوب ازاي في الدنت اهو. خلاص كده بدوبها وهننزل عليها بالموز اللي احنا مقطعينه. بصوا الصينيه احنا جبناها وحطينا فيها الموز، قطعناه كده مكعبات زي ما انتم شايفين وموقفينه، كل موزه هي كده 3 حتت، ونزلت عليها بكميه الدنت كلها. خلاص اهو هنعمل ايه بقى فوق؟ هنرص عليها البسكوت، بسكوت عشان لما تيجي تقطمي تحس ان هي مقرمشه كده معاكي بقى. الوصفه دي جربيها هتعجبك قوي 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 قوي، والشوكولاته كان طعمها رهيب والله، من اغلى كمان الشوكولاتات الدانت والحاجات دي كلها كمان دي اطعم منهم. رصيت كده طبقه من البسكوت الساده، عايزه تحطي بسكوت شوكولاته حطي، بس انا قلت يبقى بسكوت ساده لايق عليها، وغير كده هو ده اللي موجود.
خلاص كده ورصيتها، وقمت حاطه كده على الوش كده حبه دانت كده، بس دوبتهم في شويه ميه عشان ايه يدوبوا البسكوت معانا، ودخلتها الفريزر مفيش نص ساعه بالظبط وهنطلعها. كانت اللحمه في الاثناء دي استوت، لان حاله الضغط ما بتخليش اللحمه، مفيش نص ساعه، اقل من نص ساعه كمان اللحمه كده كانت استوت معانا سوا كامل. جبت حله عشان اطبخ فيها الرز، انا ما بحبش اطبخ الرز في حاله الضغط يعني، ما جربتهاش، ممكن تبقى حلو. نزلت كده بالحله باللحمه اللي احنا عملناها، نحط عليها بقى شويه الملح بتاعنا ومعلقه بهارات كبسه، معلقتين بهارات كبسه بتجيبيهم من عند العطار ب 5 جنيه كده يملوا لك الدنيا. بصوا اللون بقى، حلاوته حلاوته حلاوته. ونحط عليها الرز البسمتي اللي احنا غاسلينه ونقعينه بقالنا نص ساعه. بس كده احنا خلصنا الغدا بتاعنا، هنعمل بقى، قالوا لي اعملي معاه زبادي بالخيار، ما لقيتش عندي خيار، عملت كده قته ملهاش علاقة بالموضوع، بس هنعمل ايه بقى، عملنا قتة وهننزل عليها بزبادي، ما عنديش زبادي. طب هتعملي يا نشوى، لا عندك زبادي ولا عندك خيار. حطيت معلقة كده لبن رايب ومعلقتين كريم شانتيه ومعلقة تومية، ازاي معرفش، انا قلت بعمل كده الكوكتيل ده على بعضه، فلقيته طعمه حلو قوي، لا بس ناقصه معلقة نعناع، حطينا عليها نقطة نعناع مركز، وعطاله طعم خيالي بجد، عجب عادي. اتفرجوا على أكلة الفتة الكبسه اللي احنا بنعملها، فتت ايه الفته اللي استلها كام يوم على العيد، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى الرز طالع مفلفل معانا فوق ما تتخيلي، بس انا بحب عشان اقدم الطبق اطلع اللحمه لوحدها وانزل كده الرز كله عشان ارص على اللحمه من فوق كده، عشان اللي يجي ياكل كده يلاقي اللحمه ماليه ايه الطبق، لكن اللحمه اللي مستخبيه دي ما بحبهاش بصراحه. نزلت كده بص الحله فاضيه خالص، الرز كله مفلفل، وهننزل بقى الرز كده اللحمه عليها. يا سلام على ريحة الكبسة وحلاوتها وطعمتها وجمالها، الأكل السريع ده اللي بتاع حلة واحدة، كلنا بنحب الأكل بتاع أبو حلة واحدة ده، أسهل أكل كلنا بنحبه الأكل أبو حلة واحدة، اللي هو تحطي ده على ده على ده ويطلع لك وليمة وصينية محترمة. عملنا كده اللحمة والجمال والحلاوة دي، ونانو بقى وقفت تاخد معايا الصورة، وفي نفس الوقت بعد ما اتغدينا على طول قلت ما طلع الحلو بتاعنا. بصوا الحلو ما أخدش نص ساعة في التلاجة، شوفوا تورتاية، عارفة لو شوية كريم شانتيه، يا لهوي تورتاية مزوقة نفسها بنفسها. بص لما تقطعي كده مكعب، بس اقطعيه من نص الموزة، شوفي ما تتخيليش حلاوته عاملة ازاي. بص القطعة فظيعة ولا طعمه احلى. يلا